السلام عليكم الحبيبات، اليوم راح نشارككم هنا وجبة خفيفة درتها بسرعة على الجلبة تضرب توجد لي. هنا عندي بصل قطعته دوائر حطيته من الأسفل، هنا عندي بصل بطاطا قليتها أيضا وحطيتها، هنا عندي طماطيش وأيضا هنا زدت شوية بسباس أيضا قليته، وزدت هنا طماطيش من فوق خليتها هكذاك وهذا قليته شوية بها يزرب يطيب لي، يعني معروف أنه يزرب يطيب بس حبيت اليوم الطبق يكون سريع جدا ويكون سهل بهما للنساء العاملات او حتى القاعدين في البيت يقدروا يديروه بسهوله. هاني وجدته، دوك نحطه في الفوق يجهز نوريه لكم. هنا طبعا زدت رميت عليه قليل من القرص وزدت قليل من المعدنوس باه يطلق له الذوق تاعو. ها السمك تاعنا جاهز، جا روعه رائحه شهي. زدت له هنايا قرص وقليل من النعناع وايضا قليل من لا اصلا مع البسماس والذوق. نتمنى انكم تناولوه بصحه لهنا وشهيه طيبه ان شاء الله.